ضبطت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية أكثر من 3 أطنان من منتجات الألبان بمحافظة الإسكندرية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وذلك داخل إحدى مصانع الألبان. كما ضبطت شرطة التموين 55 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجتين بمحافظة الإسكندرية أيضا، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة. للمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخلية الأسبق. سيادة اللواء، بعد التحية، يعني مجهودات كبرى تقوم بها وزارة الداخلية ليس فقط على المستوى الأمني ولكن أيضا على مستوى حماية المواطن المصري من هذه السلع ومن هذه المواد التي قد تودي بحياته في نهاية المطاف. كيف تقيم هذا الأداء من وزارة الداخلية؟ في البداية أهلا بحضرتك وأهلا بالسادة المشاهدين جميعا. أهلا بك. هي وزارة الداخلية طبعا العبء الملقى عليها في هذه الفترة طبعا عبء ثقيل جدا من كافة الاتجاهات، وخاصة طبعا في ظل استمرار مواجهة الإرهاب ومواجهة الفساد بصفة عامة ومواجهة ظواهر كتيرة طبعا يعني كانت نتيجة الفوضى اللي حصلت بعد 25 يناير. فإلى الآن لسه طبعا أثار هذه الفوضى موجودة. فمواجهة هذه الفوضى في مختلف المجالات عاملة عبء على وزارة الداخلية، ومن هنا أنا بحيي رئيس وزارة الداخلية اللي لحد دلوقتي كل يوم بتتعافى أكثر وكل يوم بتتطور وكل يوم طورت نفسها وطورت أجهزتها وطورت تسليحها وطورت وسائل انتقالها وطورت وسائل اتصالها، الأمر اللي بيخليها كل شيء يعني كل يعني مرحلة بتتقدم أكثر في مواجهة الجريمة ومواجهة الفساد ومواجهة الانحراف. طيب سيادة اللواء، حضرتك اتفضل. يعني هكذا أمور دائما تحتاج إلى تعاون من قبل المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالتعاملات ما بين المواطنين والأجهزة الأمنية في ضبط هكذا أمور. ما النصيحة التي تتوجه بها للمواطنين في مصر في التعامل مع هكذا أمور؟ يعني ده هو العبء الأكبر بيقع على عاتق المواطن. ليه؟ وانا لو ما قبلتش الغلط مش هيتعمل. يعني لو ما قبلتش ان انا ادفع رشوه الراشي مش هيلاقي حد ياخدها مني. انا لو ما قبلتش الفساد مش هيتم. ده يا ريت انا النهارده مثلا اي مشكله بتحصل، لو المواطن العادي ما بيقبلش الكلام ده بيساعد طبعا كل اجهزه المكافحه واجهزه الامن في القيام بدورها. يعني هو النهارده في اللي حضرتك بتتكلم فيه ضبط هذه الكميه من الألبان الفاسدة من ناس يعني انعدمت ضميرها تماما وعارفه ان الكلام ده يؤثر بالسلب على صحه الاطفال وصحه الانسان. تمام. بشكل طبعا كل الاديان والاعراف ترفضه. بس انا بقول حاجه بقى، انا مش ما يكفيش بقى ان انا اقدم الناس دول للنيابه العامه والمحكمه، لا، انا ليه ما انشرش اسمائهم؟ انا ليه ما انشرش المنتج ده؟ اقول المنتج ده كذا، ده يبقى ده اكبر عقاب لي. يعني هكذا امور سيادة اللواء، انت تعلم بانها في ايدي النيابه العامه، وانا يعني بشكر حضرتك بكل تاكيد على هذه الرساله. بشكر حضرتك شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد صادق، مساعد وزير الداخليه الاسبق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا.